بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نشرع في مدرسة كتاب النكاح. يقول المسألة الأولى: تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. النكاح لغة الضم والجمع والتداخل، يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. وشرعا عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. ثانيا، يذكر أدلة مشروعية النكاح، والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. وفي الحقيقة هنا الكلام على المشروعية مناسب جدا، المشروعية عموما، لأنه يحتاج بعد ذلك أن يفصل أحكام حكم النكاح، يحتاج تفصيلا. فبدأ أولا بالكلام على المشروعية بصفة عامة، وبيّن أن الأصل فيها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: وانكحوا الأيام منكم، والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال ومن لا زوج لها من النساء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي النكاح والتزويج، والمقصود بها هنا تكاليف الزواج ومؤانه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قاطع لشهوة النكاح. وحديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. ثانيا، الحكمة في مشروعية النكاح. يقول: شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: أولا، إعفاف الفروج، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرد في كيانه هذه الغريزة، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها، لأن الإسلام دين واقعي يتعامل مع واقع الحياة، وأيضا يرمي إلى إشباع الحاجات الفطرية وتلبية النداء الفطري. فلو ترك هذا الأمر لعقول الناس، الشعور بالمسؤولية عن تناسل الجنس البشري، ربما لم يجد الناس الداعي لذلك، خاصة عند مع كثرة تكاليف النكاح ومؤنه. لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يسلط على الإنسان داعي الشهوة ليقوده إلى الحرص على النكاح رغم ما فيه من تبعات ونحو ذلك. ثانيا، حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني من البشر مثلكم، لست مثلا من الجن، وإنما التناسب هو الذي يوجد الألفة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثالثا، حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. رابعا، بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله تبارك وتعالى.
خامسا الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هوية الزنا والعلاقات المشبوهة والمحرمة. المسألة الثالثة حكم النكاح واختيار الزوجة. فيقول حكم النكاح يختلف من شخص لآخر، فهو هنا ذكر ثلاثة أحكام للنكاح نزيد عليه إن شاء الله تعالى، لأن النكاح يرد عليه الأحكام الخمسة التكليفية، لكن ذكر هنا أهمها. فأولا يكون النكاح واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، فهنا النكاح يكون واجبا على الإنسان إذا خشي إن لم يتزوج أن يقع في الفاحشة وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، يعني هو قادر على تكاليف الزواج ونفقاته، ثم إنه أيضا لديه من الشهوة ما يخشى أنه إن لم يتزوج أن يقع فيما حرم الله عليه. فالزواج هنا هو طريق إعفافه المتحتم وطريق صونه عن الوقوع في الحرام، فهنا يجب عليه الزواج، عنده قدرة وفي نفس الوقت لديه هذه الشهوة بحيث أنه إذا لم يتزوج يقع في الحرام، فهنا يجب عليه. لكن لنفرض أنه يعني عنده الشهوة لكنه غير قادر، هنا ينتقل إلى الصوم، إن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. والمفيد هنا في هذه المسألة أنه إذا تعرض الواجبان، تعرض واجب النكاح مع واجب الحج مثلا، فأيهما يقدم؟ إن كان يخشى الوقوع في الفاحشة ففي هذه الحالة يقدم الزواج على الحج، وإن كان من القسم الثاني الذي يستحب في حقه النكاح فهذا يقدم يعني الحج. إذن يجب النكاح على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت، أي الوقوع في الفاحشة، لأن عفاف النفس عن الحرام واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالزواج فيصير واجبا. ثانيا وهي الحل المفترض أنها غالبا على الناس، يكون النكاح مندوبا أو مسنونا أو مستحبا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إذا تزوج، فهذا يعني يستحب له النكاح لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. وهذه حال أغلب الناس أنه توجد عنده الرغبة أو الشهوة ويملك مؤنة النكاح، لكن له ليس كالأول، الأول يخاف على نفسه إلا ما يتزوج أن يقع في الفاحشة، هذا لا يخشى الوقوع في الفاحشة إلا ما يتزوج، ولا يخشى أن يظلم الزوجة إذا تزوج، فهنا هذا يستحب في حق النكاح استحبابا مؤكدا. ثالثا يكون الزواج مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه، بأن كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة لهما، والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن. إذن يكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم والضرر والتقصير، كأن يخاف العجز على الإنفاق أو إساءة العشرة أو فتور الرغبة في النساء أو لكونها تشغله عن التعلم والتعليم ونحو ذلك. رابعا نزيد رابعا يحرم النكاح على من لا تتوق نفسه إليه وليس له قدرة عليه، لا عنده رغبة ولا قدرة، بأن يعلم من نفسه عدم القدرة على الوطء أو الإنفاق أو أداء الحقوق الزوجية، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. خامسا يباح إذا انتفت الدواعي إليه وانتفت الموانع منه، هنا مباح مستوي الطرفين، يعني لا ليست عنده دواعي للنكاح كالرغبة، وأيضا ليست هناك موانع من النكاح بألا تتوق نفسه إليه لكنه قادر عليه، فهذا يباح له النكاح. لكن اقتصر على ذكر أهم ثلاثة أحكام تطرأ على النكاح، أن يكون واجبا في الحالة التي ذكرنا، أن يكون مستحبا، أو أن يكون مكروها. طبعا هذا التقسيم
من كلام الفقهاء كلام في غاية الواقعية والفقه أيضا في فقه دقيق جدا، وهو أن الشرع الشريف لم يقل من احتاج إلى النكاح فليتزوج. يا معشر الشباب، من احتاج منكم أو تاقت نفسه إلى النكاح فليتزوج، وإنما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم علل الحكم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع حوله إلى العوض وهو الصوم لأنه يكثر يعني الشهوة. وطبعا الصوم الذي يكثر الشهوة الصوم الذي يداوم عليه صاحبه، أما الصوم المتقطع أو المؤقت فإنه ربما نبه الشهوة، فالعبرة بالصوم الذي يداوم عليه صاحبه وليس الصوم اليسير لأنه قد يأتي بالعكس. على أي الأحوال، هذا التقسيم الحقيقة تقسيم النكاح إلى الأحكام الخمسة أو حتى الثلاثة التي ذكرها يعني يمكننا من الجواب على سؤال يعني بعض الناس ممن لا يحسنون الفقه الدقيق قد يجيبون عليه بطريقة الخطأ، فبعض الناس يجيبون على السؤال إن بعض الشباب مثلا أو بعض الناس يكون عنده مشكلة معينة، أي صورة من صور المشاكل، فهل مثل هذا ننظر إلى الزواج على أنه علاج؟ هل يمكن استعمال الزواج كعلاج؟ ما رأيكم؟ نعم، في رأي ثاني؟ الرأي والرأي الآخر؟ إجماع سكوتي؟ ماشي تمام، أحسنت جزاك الله خير. فلا يمكن أبدا في قضية الزواج أن يكون الزواج علاجا، محدش ينظر للزواج أبدا على أنه علاج، علاج قضية شدة الشهوة أو نحو ذلك إلى آخره، لا يمكن النظر إليه إطلاقا إسلاميا على أنه علاج. لماذا لا يكون الزواج علاجا؟ لأن الزواج في الحقيقة كما ذكرنا ذلك من قبل، الزواج مثل شهادة الدكتوراه، هل ممكن واحد يحصل على شهادة الدكتوراه وهو ليس أهلا لها؟ لا، احنا بنقول بما أنه حاز على شهادة الدكتوراه إذن لابد أن يكون أهلا لها، إذن الحصول على هذه الشهادة هي لا تمنح كهبة، دعكم من الدكتوراه الفخرية المجاملة دي، لكن نتكلم على شهادة علمية لها قيمتها، لازم يكون وصل لمستوى معين البحث والعلم والكفاءة بحيث يستحق أن ينالها. فهكذا يعني الزواج، بما أن فلانا تزوج إذن هو إيه؟ أهل للزواج، متأهل للزواج، فإذا الزواج ليس علاجا وإنما الزواج يكون دالة يدل على أن المتزوج صار أهلا يعني الزواج. فالزواج يعطى أو يكون لمن يستحقه ويصير أهلا له، والدليل الواضح على ذلك قوله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني حولهم إلى الاستعفاف إذا عجزوا عن النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء، ولم يقل من احتاج منكم إلى الزواج فليتزوج، وإنما قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع حوله إلى البديل المؤقت وهو الإيه؟ فعليه بالصوم فإنه له وجه. فالزواج دالة على الأهلية، وهذه الأهلية هناك أهلية معنوية وأهلية حسية. الأهلية المعنوية أنه لابد أن المتزوج يكون ناضجا عنده نضج، يعني سواء نضج اجتماعي أو نضج جسدي أو نضج يعني إيه في الشخصية، النضج الذي يعني يعطيه القدرة على اتخاذ القرار على أساس سليم، وهذا في حق الزوج والزوجة، يعني في حق الذكور والإناث وليس فقط في حق يعني الرجال. وأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى، معنى النضج، يعني حينما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. هنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول وابتلوا اليتامى
حتى إذا بلغوا النكاح، إشارة هنا إلى النضج الجسدي. معنى بلغوا النكاح يعني أنه صار قادرا على الإنجاب، لكن هل القدرة على الإنجاب أو النمو الجسدي يستلزم نمو الشخصية على نفس المستوى؟ ممكن لسه العقل ما اكتملش، ممكن الشخصية بتزال لسه بتنمو، بتترسم ملامحها النهائية على سن 18 مثلا، والزواج كله مسؤوليات، فممكن الأب الابن أحيانا ممكن يكون يصبح أبا وهو لا يزال محتاجا إلى أبوه، أو البنت تصبح أما وهي لسه محتاجة إلى أمومة. فمعملية النطق احنا هنا مش بنتكلم في الجزئية دي بالذات على الحلال والحرام، لأن يعني في استثناءات ممكن بنت تتزوج وهي صغيرة في ظروف معينة بحيث تكون المحصلة أن هذا أنسب لها نتيجة ظروف معينة، فدي حالات استثنائية جائزة من الناحية الشرعية. أتكلم على القاعدة العامة عند الاختيار أن الإنسان يحرص على مسألة النضج، نضج الشخصية، يعني كان لسه طفل أو طفلة يبقى المفروض إيه ينتظر به حتى ينضج، لأن الزواج مسؤولية. النضج الاجتماعي بالذات يمكن بيحصل في بعض البيئات بسرعة شديدة، يعني في الصعيد مثلا أو الأرياف الولد بينضج اجتماعيا مبكرا جدا، لأنه منتج، لأنه منتج بيشتغل وبيكسب وحمل مسؤوليات. فممكن أحيانا في حالات استثنائية بيكون إنسان نضج يعني اجتماعيا وبالتالي يتحمل مسؤوليات الزواج، خاصة ما يكون في الجو اللي هو نظام بيت العيلة، إن في تكافل بين الأسرة وفي الأب، وأعتقد دي في المدن مش موجودة طبعا، لكنها موجودة هناك بصورة بتعمل نوع من التوازن، لكن دي مش القاعدة. لما نتكلم إحنا بنتكلم على إن من الأهلية، في أهلية نفسية أو معنوية، نضج الشخصية حتى البنت علشان يكون لها رأي في الزواج تكون نضجت، ولما تقول موافقة أو غير موافقة أو تسكت إذا كانت ذكرا ينبني حكمها على أساس إيه؟ إن هذه حياتها هي، وتاخد يعني قرار بصورة ناضجة، مش مجرد إن إحنا بننفذ حكم الشرع بدون فقه، إن البكر إذنها صمتها فلتسكت فإذا بما أن إذا، لكن لازم تكون هي عندها قدرة إنها هي التي ستعيش هذه الحياة. طبعا الشرع يحفظ لها برضو إن كانت في ظروف معينة وكان يناسب لها أن تتزوج وهي لما تبلغ حتى وهي صغيرة، يحتفظ لها بحق إيه؟ أنها إذا بلغت يمكن أن لا تجيز هذا الزواج. واضح؟ على أي الأحوال لا نريد أن نشتتكم، لأننا نود أن نحن نفرغ النهاردة من هذا الباب، لكن أقول أن غالبا أن الجسد ينضج قبل العقل وقبل الشخصية، بدليل قول الله تعالى هنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يفهم من الآية أن الإنسان ممكن ينضج جسده ويكون قادرا على الإنجاب، لكن لما ينضج عقله أو شخصيته أو لم ينضج اجتماعيا، فبالتالي تحصل مشاكل كثيرة من الطرفين. ففي هذه الحالة لأن الزواج هو قمة علامات النضج الاجتماعي إذا تم بطريقة يعني طبيعية، فده من الأهلية حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا، معناها أن ممكن يبلغ النكاح ولا يكون قد بلغ الرشد بعد، لسه محتاج ينضج على نار هادئة. الأهلية أيضا هناك أهلية حسية، سواء أهلية المادية بالناحية المالية أو الأهلية البدنية، القدرة على يعني الوطء. فهذا فيما يتعلق بأن الزواج هو مش مكافأة تتعطى الواحد أو أحد عنده مشكلة أنه حلها بالزواج، لا بد أن يكون إيه أهلا للزواج قادر على أعبائه، بدليل قول الرسول عليه السلام من استطاع، مش من احتاج، من استطاع. ثم يناقش حكم اختيار الزوجة، يقول يسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. معنى تربت يداك أي افتقرت يداك أو التصقت بالتراب، وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض وليس الدعاء، عبارة دارجة على لسان العرب الثكلات كأمك لا يراد بها حقيقتها، فهي هنا تربت يداك معناها إيه؟ الحث على أن يتزوج ذات الدين ويظفر
بها وليست على ظاهرها من الدعاء عليه، فيحرص على ذات الدين في المقام الأول ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طيب كيف وهي بكر كيف تعرف بأنها ولود؟ إشارة إلى موضوع الجينات والمواريث، يعني أن يعرف بنظائرها في أسرتها كأخواتها ونحو ذلك أنهن يكون بنفس الصفة والودع. ويسن اختيار البكر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح السيد، كما في زواج جابر كان عنده أخوات بنات كثيرات فأراد يعني أن تكون ثيبا تستطيع أن تكون علاقة بينها وبين أخواته يعني تقوم بخدمتهن ونحو ذلك. فإذا كان هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب فيقدمها على البكر. ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. من أحكام الخطبة وآدابها يقول: الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك. فالخطبة هي مجرد وعد بالزواج، الخطبة ليست عقدا، فلا يزال الرجل والمرأة أجنبيين عن بعضهم البعض، هذا هم أحكام الأجانب، لكن الخطبة عبارة عن وعد بالزواج أو أنه يظهر الرغبة في الزواج ويعلم وليها بذلك. من أحكام الخطبة: أولا، تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا وعلم الثاني بإجابة الأول، يعني لو أن هناك رجلا تقدم لخطبة امرأة وأجابه وليها حتى لو على سبيل التعريض، يعني استقرت الخطبة أجابه ولو تعريضا، يبقى هنا لا يجوز لأحد آخر أن يتقدم لخطبتها. فإذا علم الثاني بإجابة الأول فهنا يحرم عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح يكمل الخطبة أو يترك، ففي هذه الحالة يمكن أن يتقدم لها. وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة، هذا ما يوغر يعني الصدور. ثانيا، يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فيجوز له التعريض، دي في حالة المعتدة البائن، سواء معتدة بقى من طلاق مثلا الطلقة الثالثة أو معتدة من وفاة الزوج، فلا يجوز التصريح بالخطبة في فترة العدة، لكن يمكن أن يعرض فقط، كأن يقول مثلا: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو إني أريد الزواج، فنفى الحرج عن المعرض بالخطبة، هذا النفي يدل على عدم جواز التصريح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، فمفهومها أن عليكم جناحا فيما صرحتم، فلا يجوز التصريح، يحرم التصريح بالخطبة. فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وأما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض، لأنها في حكم الزوجات، لو واحدة في العدة وهي وطلاقها رجعي ففي هذه الحالة لا يجوز إطلاقا لا التصريح ولا التعريض بالرغبة في خطبتها، لأنها في حكم المتزوجة، ويمكن أن زوجها يعيدها في أثناء العدة. من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. المفروض أن يعلم، يعني تشرح للشخص الذي تستشيره من جار أو صديق أو قريب، تشرح له معنى الشهادة وأنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه مطالب بأن يكون صادقا ولا يجامل وأن يذكر الحقيقة. وهذا فعلا ليس بغيبة، لكن الحقيقة واقع الناس الآن
في ناس كبار أيضا لكنهم غير ناضجين، لأنك إذا أخبرته ببعض الأشياء التي تؤثر في الزواج عن هذا الرجل يعني يخلص الموقف من هنا ويروح يحكي لأقارب المخطوبة هذه، يعني إيه، أو يعني الناس الذين ينوي مصاهرتهم، ويقول فلان قال عليكم كذا وكذا وكذا، أو قال على بنتكم كذا وكذا. فهذا دي تصرف أطفال، تصرفات أطفال، وفي كبار لكن أطفال، فبالتالي بيحصل شقاق، وبيحصل الناس بعد ذلك تخاف أنها تتكلم بإيه بصراحة. فلابد يكون في انضباط، زي ما الشرع أباح لك الغيبة في مجال التناصح والاستشارة، واحد حيشارك شخص في تجارة ويستشيرك يسأل عن أمانته عن كفاءته، فما أمر الله سبحانه وتعالى المستنصح بالصراحة والصدق وأباح له الغيبة، حتى أخذ على هذا الشخص أنه وضع عهد أنه هو يحفظ السر، ما يصرفش زي الأطفال، ومجرد ما يولي هذا الشخص يرجع للتانين يقول ده قال عليكم كذا أو كذا. فهذا من تصرفات الصبيانية التي لا تليق بشخص ناضج، أنه يفشي هذا السر المجالس بالأمانة. إنسان أصلا إذا وجد في مجلس، وعلمنا الإسلام وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، دي بقرينة ضعيفة جدا، يعني هو كلمك في موضوع معين ثم أخذ ينظر حوله هل يسمعنا أحد، فبيطمئن ما حدش سمع، هذه الإشارة فقط، التفت بينظر في حد سامع ولا لا، دي معناها إيه؟ كأنه بالضبط بيقول لك إنها أمانة، وهذا كلام سر بيني وبينك، فلا يجوز أن تحدث به أحدا أبدا. لكن للأسف الشديد يعني مجتمعنا الآن يعج بالتهاون في مثل هذه الأمور وهذه الأداب، مما جعل الناس الناصحين يخافوا أن يدي النصيحة كاملة، أو كثيرا ما يحصل أنه بيجامل، ويجيب المثل البلد المعروف أن الشخص الذي يوفق بين اثنين في الحلال له ثواب يعني أو نحو ذلك، فبالتالي يندفع في المدح وبيظن أنه بيعمل عمل صالح. لا، المفروض الإنسان يكون دقيقا وأمينا وناضجا، بحيث ما يروحش يفشي السر. أنت هو أبيحت لك الغيبة لأجل النصيحة، فأنت لا يجوز أنك تعمل نميمة وترجع تحكي للناس، أو حتى بعد الزواج يقول ده فلان سألت عليكم قال أن أنتوا كذا، أو العكس هي تقول له. فهذا التصرفات الصبيانية بتؤثر في تخوف الناس من بذل النصيحة. فنعم تبذل النصيحة لكن مع إنسان ناضج، أما واحد صرف تصرف الأطفال ويأخذ منك الكلام ثم ينقلب مباشرة ويحكي للناس، فهذا إنسان غير ناضج، ده تصرف أطفال. لا أريد التفصيل، هي حقيقة كتاب النكاح بالذات وما بعده في شجون كثيرة جدا تمثل الحياة الواقعية، لكن أنا أحرص طبعا على الاختصار لننجز بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى. إذن يذكر هنا من الأحكام أيضا أن من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ. في الحقيقة أعتقد أن اللي إحنا محتاجين له مش المحاسن، لأن المحاسن أغلب الناس تراها، لكن أهم حاجة المساوئ. ولما نبحث عن المساوئ أيضا نكون واقعيين، لما يعني أنت تبحث عن العيوب، ليه العيوب أهم؟ لأن المساوئ المحاسن شيء كويس جميل، مفيش منه خطر، بالعكس في منه إحسان ومعاشرة بمعروف، لكن هي المساوئ لازم نكون فاهمين أن البحث عن المساوئ، مش كل المساوئ تؤثر في إمضاء النكاح أو إلغائه. لماذا؟ البحث عن المساوئ التي تؤثر على الاستقرار، المساوئ التي تؤثر على استقرار الأسرة. أما المساوئ فلا يوجد إنسان إطلاقا ليس فيه عيوب، لأنه بشر وليس معصوم، فممكن توجد عيوب، وفي عيوب يتغاضى عنها ويتسامح فيها، لكن في عيوب تؤثر في الاستقرار، مثل مثلا البخل. البخل ده بتتحكى فيه قصص فعلا تكون الحياة جحيما لا يطاق، بالذات في أزواج يكونون في درجة، المرأة ما تكون بخيلة ما فيش مشكلة هتحافظ على مال زوجها، لكن الرجل لو بخيل بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن العلماء مألفين كتب مستقلة في أخبار البخلاء كالجحر أو ابن الجوزي مثلا.
فالبخلاء البخل أحيانا بيكون عذابا لا يتصور الإنسان. ممكن لأول وهلة الذي ليس عنده خبرة يقول شيء سهل أنه يعني يحصل تعايش مع هذا الأمر بصورة أو بأخرى. لا، ده البخل بيكون دلالاته النفسية أسوأ من الدلالات المادية. فالفقير فقير، البخيل فقير لا يؤجر على فقره، يعني الفقير أحسن حالا منه، لأنه الفقير الصابر أفضل من البخيل، قادر لكنه يبخل. ففقير في الحقيقة لكنه لا ينال ثوابا بخلاف الفقير الحقيقي المعذور يعني. فمثلا البخل، اضطرابات الشخصية، يعني اضطرابات الشخصية بالذات، ودي عيلة من العائلات الثلاثة التي هي موضوع الطب النفسي عموما أو الأمراض النفسية، اضطرابات النفسية، العصاب والذهان واضطراب الشخصية. اضطراب الشخصية بأنواعه ده فرع جديد من العلوم، هو موجود طول التاريخ البشري، لكن الطب النفسي أخيرا من فترة من السبعينيات عملوا في طبقة أو في عيلة واحدة كده، موضوع مهم جدا جدا في الغالب. اضطرابات الشخصية بالضبط عاملة زي التعبير اللي قاله بعض السلف في وصف سيء الخلق، حينما قال مثل سيء الخلق مثل الفخارة، لا ترقع ولا تعاد طينا. ينفع الفخارة إذا كسرت القلة تترقع؟ لا ترقع. وهل يمكن إعادتها طينا من جديد وصناعتها من؟ لا، لا ترقع ولا تعاد طينا، إشارة إلى يعني صعوبة أو تعسر إصلاح سيء الخلق. برضو نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فده إشارة إلى المعدن اللي هو الشخصية، الكود بتاع الشخصية. فحقيقة أسوأ شيء من الاضطرابات الشخصية دي الإنسان لا هو طايق الناس ولا الناس طايقه، يفشل تماما في العلاقات الاجتماعية. ولذلك أكثر من يعاني مع الزوج اللي عنده اضطراب الشخصية هو الزوجة وزملائه في العمل، لأن دول أكثر ناس احتكاكا به. أما من يحتك احتكاكا سطحيا فلا يستطيع أن يشعر بمشكلة كبيرة. فقضية اضطراب الشخصية بقى شخصية بقى بارونويدية، البارانويدية اللي هي شخصية الاضطهادية، ممكن بتوصل أحيانا للشك في الزوجة وأنها ممكن تكون في خيانة زوجية وكذا وكذا، أو العكس الزوجة هي اللي عندها المرض ده وبتكون الحياة جحيمة، ممكن يوصل أنه يقتلها أو يحاول قتلها مثلا في وقت من أوقات من كثرة الضلالات التي عنده متعلقة بالخيانة ونحو ذلك. شك زايد عن الحد مثلا، ممكن مش عايز أخوض فيها، لكن دي مجرد إشارة لأهمية موضوع اضطرابات الشخصية دي من العيوب الشديدة جدا في الزواج. أكثر مشاكل الزواج تنشأ عن اضطرابات في الشخصية، ومشكلتها بقى مش في إنها شيء معجوز عن علاجه، هو علاجه صعب جدا جدا، لكن المشكلة إنه عمره ما يعترف إن عنده مشكلة، فدي اللي بتصعب المسألة، إنه لا يستحيل يروح لدكاترة عشان يطلب النصيحة الطبية، يستحيل، لأنه لا يمكن أن يكون عنده بصيرة بأنه عنده مشكلة، ده هو شايف نفسه سوي 100%. بنشوفها قوي لما نيجي نقارن بين الشخصية، اضطراب الشخصية الوسواسية وبين اضطراب الوسواس القهري. فاللي عنده اضطراب وسواس بس هو بنفسه بيجري ورا الدكاترة، يجري ويعذبهم ويقفله تحت بيته ويتصل، يعني بيبقى إنسان حريض هو بيعاني، فلذلك بيجري وراء النصيحة الطبية. لما اضطراب الشخصية عمره، هو عنده اضطراب شخصية وسواسية، عمره ما يشوف نفسه وحش، وبالتالي لا يمكن أن يبحث عن علاج. لو قلت له تعالى تعالج أو تقول لك هو أنا مجنون، ها، ومين قال أن كل يعني مجال الطب النفسي هو مع المجانين؟ المجانين دول بيروحوا المستشفيات اللي بيتحجزوا فيها، لكن من حق كل مواطن أن يجيله اضطراب نفسي، دستور يكفل هذا الحق، ما هيش يعني وصمة عار زي ما الإنسان بيقول له التهاب في اللوزتين أو إنفلونزا أو زايدة أو خراج، عادي جدا الإنسان يأتي باضطراب نفسي، مش شرط يكون مجنون طبعا. فده فيما يتعلق إحنا بندور على العيوب التي تؤثر على الاستقرار، مش معناها أن بتقعد بقى تعمل يعني تشريح لهذا الشخص وأن في أي عيب مش يبقى يعني إيه في مثالية مطلقة في البحث، لا، كل طرف فيه عيوب وكل الناس فيه عيوب أكيد، العبرة بالعيوب التي تؤثر على
الاستقرار، لكن في عيوب يمكن التعايش معها، واضح؟ حتى نكون يعني واقعيين. يقول: الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليس الزواج، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر، فكل ما يجوز مع الأجنبية يجوز مع الخطيبة. الناس الكثير اللي بتسأل ينفع أكلمها في التليفون، ينفع مش عارف أعمل إيه، الجواب بسيط جدا. ما ينفع أنك تفعله مع أي امرأة في الشارع أو من الجيران يصلح أن تفعله مع الخطيبة، وما لا فلا. لأن لو كل واحد خاطب يدخل البيوت تحت الناس وعايز يقعد معاها ويروح ويجي ويتفسح ويعملوا مش عارف ايه ولك يدرسوا بعض، وبعدين في الاخر هذا رباط واهي جدا، تحصل خلوة وكذا وكذا ثم يتركها يجي اللي بعده، يبقى كده دي اهانة لبنات المسلمين. فاذا الخطبة وعد مش اكتر، لن ترتب عليه احكام يعني الزواج. فما يجوز مع الاجنبية، يجوز الانسان احيانا عند الحاجة ان يخاطب المرأة الاجنبية، فان عرض بحاجة ففي حدود الحاجة، أما اللي بيحصل في المجتمع من التسامح في هذه الأشياء فهذا مخالف طبعا للشريعة الشريفة. حكم النظر إلى المخطوبة. يقول: من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها. وإن كان كلمة قدميها فيها نظر من حيث إيه؟ من حيث هل هذا هو ما يظهر منها عادة؟ لا، المرأة ما يظهر منها القدمان عادة، حتى الذي يستبيح السفور كشف الوجه بيقول إيه؟ القدمين عورة، بدليل حديث أم سلمة قالت: إذا تنكشف القدمان، قال: إذا يرخينا ذراعا ولا يزدنا عليه، فأقرها على وجوب ستر القدمين، واضح؟ يقول: لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم فأطأ رأسه، يعني اعتذر، فلم يرغب في تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الواهبة هذه هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يخدعون البنات بالذات في الجواز الزواج العرفي الشائع الآن، فهي تقول: وهبت لك نفسي إلى آخره، ويعملوا صيغة كده شيطانية ويستدلون بأن إيه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، وينسوا قوله تعالى إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزواج الشرعي فله شروط سنذكرها فيما بعد. ولحديث أبي هريرة طبعا الشاهد هنا: فصعد النظر إليها وصوبه، أنه يجوز لمن أراد الزواج أن يطلق بصره حتى مع خشية الفتنة، لأن هنا مصلحة راجحة، أنه لو وفق بينهما فالشريعة تحبب الزواج وتحرض يعني عليه. فمن ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كل المؤمن يغض من أبصاره، من تبعيض، لأنه أحيانا يجوز ألا يغض بصره، واضح؟ ويجوز للمرأة أحيانا أن تكشف وجهها، حتى الذين يعني عند المذهب الراجح بوجوب النقاب مثلا في الشهادة القضائية في أمام القضاء تكشف عن شخصيتها حتى يتأكد القاضي من إيه؟ من هويتها في حالة الخطبة، لأن بعض الناس عندهم تصور عجيب جدا ما أدري كيف يعني يصلون لهذا الحد، بيتصوروا إن المنقبات حتى في بيوتهم على طول لابسين الحجاب ده وبيناموا بيه كمان. لا انا مش بضحك، دي حقيقة، دي ناس موجودة فعلا بتتصور كده، تصور ان هي دي حياتهم العادية، انه بيناموا بالنقاب كمان وانه عايشين بهذه الصورة. في بعض الناس عندهم هذا التصور الغريب العجيب يعني. فهذه حالة من الحالات التي يجوز فيها كشف الوجه المرأة عند الخطبة، يجوز النظر اليها حتى لو خشيت الفتنة، لان ده شيء عارض وربما يتحقق عليه مصلحة أرجح من هذه المفسدة. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، هنا في حرص على وجود مودة ويعني حب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا ييسر يعني الزواج ويعطيه الاستقرار. حتى بعض الفقهاء أجازوا كشف الوجه في مجالس العلم، التعليم، عند التعليم،
هذا يحتاج شيء من التفصيل، لكن هذا كلام ليس بغريب عن كلام الفقهاء، مش هنناقشه بالتفصيل، ناقشناه من قبل في قضية الحجاب. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه الرجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب يعني إذا أراد أن يخطبها، فإن استطاع أن ينظر، إن استطاع معناه أن الأصل في المرأة التحفظ والاستتار، يعني إن استطاع يعني أبذل ما تستطيع، اختبئ افعل كل هذا من أجل أن يرى، معناه أن المرأة لا تسمح للرجال أجانب أن يروها بسهولة، إن استطاع. يقول: وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، كنت أتخبأ ممكن تفيد الاستمرار والمحاولات كثير، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. والحكمة في ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة: وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكما المحبة والاتفاق. أما شروط النكاح وأركانه، فشروط النكاح يشترط في النكاح ما يلي: أولا تعيين كل من الزوجين، فلا يصح عقد النكاح، فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها، كقوله: زوجتك ابنتي، إن كان له أكثر من ابنة لابد من تعيينها بشخصها، أو يقول: زوجتها ابنك وله عدة أبناء، بل لابد من تعيين ذلك بالاسم كفاطمة ومحمد أو بالصفة ابنتي الكبرى أو الصغرى، ما دامت تعين بهذه الصفة. الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح نكاح الإكراه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. طبعا هنا الأيم نفهم عنها الثيب، يعني لماذا؟ لأن البعض الناس بتحسب أن لو امرأة ثيب سبق لها الزواج أن هي ممكن تزوج نفسها، واضح؟ ويستدلون بهذا الحديث: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. هذا فهم خاطئ، لأن المقصود أن الفرق الوحيد بين الثيب والبكر في عملية الاستئذان هي في كيفية التعبير عن رأيها. فالبكر تستأذن، يستأذنها الولي في الزواج من فلان، فيعني إن سكتت فإذنها إيه؟ صمتها، وإن نطقت اعترضت مثلا فخلاص لا تعتبر غير موافقة، فإذنها صمتها الصمت، طبعا بشرط أن تكون عندها من الفقه والمعرفة بالحديث إنها إذا كانت موافقة تصمت، يعني بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون فهمة أن إذنها صمتها، لكنها عشان تستحي، لأنها تستحي فاكتفي منها بالصمت. أما الثيب فلا بد من التصريح: أتأمرينني أن أزوجك فلانا، أو فلان يتقدم لك أتأمرين أن أزوجك إياه، فلا بد أن تقول نعم أو لا. فالفرق الوحيد مش في اشتراط الولي، للمرأة لا حظ لها في موضوع ولاية النكاح إطلاقا، لا يصلح أبدا المرأة تزوج امرأة ولا تزوج نفسها، بل لا بد من الولي الشرعي. فبالتالي لا بد في الحالة الثيب من الإذن الصريح، لا بد أن تتكلم وتقول أوافق أو لا أوافق.
يبقى ده الفرق الوحيد، لأن بعض الناس تفهم إن الثيب يمكن أن تزوج نفسها، أما البكر فلا بد أن يزوجها وليها. لا، كل امرأة تتزوج فلا بد من اشتراط الولي في النكاح. ثالثا، الولاية في النكاح، فلا يعقد على المرأة إلا وليها، وليها الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا. طبعا وليها لابد أن يكون من العصبة، لابد أن يكون من العصبة، هو من أقارب الإيه؟ يعني من يعني الذكور. فالأحق بتزويج البنت أبوها، أحق واحد تزوجها هو مين؟ أبوها. ثم من بعد الأب؟ ها؟ في حد قبل الجد؟ لا، ده ترتيب، ما ينفعش اجتهاد، ما ينفعش، دي زي الميراث في ترتيب، وناس تحجب ناس. يعني نفسي أسمعها منكم عشان أحس إن الكلام اللي درسناه في كتاب الوصية ما يكونش اتنسى. يبقى الأب ثم وصيه. لو الأب في حياته أوصى إن أنا مت فأنت يا فلان أوصيك بأنك أنت الذي تتولى زواج بنتي مثلا، فيبقى الأب ثم وصيه، ثم وصيه الأب. يبقى الأحق بتزويج بنت أبوها، ثم وصيه في النكاح، ثم جدها لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبا، ثم الحاكم. طيب، ينفع أخوها لأمها؟ أخوها لأمها ليس من العصر، لابد أخوها لأبيها أو أخوها لإيه؟ الشقيق. ده ترتيب مهم جدا، لابد أن نراعيه في هذه المسألة. نفصل قليلا في هذه المسألة، أنها مسألة شائكة خاصة في هذا العصر الذي شاع فيه النكاح بدون ولي في تحت مسمى الزواج العرفي. فبعض الناس حينما تطالع الأدلة الشرعية التي تدل على أن الشريعة الشريفة احترمت رغبة المرأة في الزواج، وأنها لا تكره على الزواج، وأنه لابد من يعني اختيارها إذا كانت بالغة، فهذا حق من حقوقها ما دام الشرع اعتبر رضاها، يبقى هي تزوج نفسها. ينبغي أن يعلم هنا أنه مع ثبوت حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج، لكن هذا الحق ليس مطلقا، إنما هو حق مقيد بإذن وليها، فإن النكاح لا يصح إلا بولي. ولا تملك المرأة لا تزويج نفسها ولا تزويج غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها. فعلى مذهب جمهور العلماء الذين يشترطون الولي في النكاح، إن فعلت لم يصح النكاح، هذا نكاح فاسد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم لعدة أدلة. أولا، من ضمن هذه الأدلة قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنهي الولي عن العضل، نهي الولي عن العضل يدل أن له، يثبت أن له سلطة توقع في العدل، فنهي عن العدل يثبت أن الولي سلطة في قضية يعني النكاح. وفيها قصة معقد يسار لن أطيل بذكرها. أيضا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا تنكحوا، الفعل هنا إيه؟ أنكحا. ولا تنكحوا المشركين بناتكم حتى يؤمنوا، فهذا يدل على أيضا اشتراط الإيه؟ الولي، لأن في المشركات إيه اللي قال إيه؟ ولا تنكحوا المشركات حتى أؤمن، لكن في المشركين قال ولا تنكحوا المشركين، فهذا خطاب لمين؟ الأولياء البنات، ألا يزوجهن لمن؟ للمشرك. فهذا إثبات أيضا بأن الإنكاح في يد الرجال الأولياء. وقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم زوجوهن للأكفاء يعني.
فخاطب لم يخاطب بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لخاطبهن. أيضا قوله تعالى عن صالح مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أيضا هو الذي تولى النكاح، فدل على أن لا حظ للمرأة فيه، وهذا مقتضى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وفي لفظ: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له، وفي لفظ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالأصل في النفي نفي الصحة وليس نفي الكمال. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فلا نكاح إلا بولي، هذا يحمل على نفي الصحة ونفي الحقيقة الشرعية للنكاح، ولا صح حمله على نفي الكمال. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الحديث أيضا قصة عمر حين تأيمت حفصة رضي الله عنها، قال: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. وقال أبي بكر: إن شئت أنكحتك حفصة، والشاهد منه واضح من لفظة إيه؟ أنكحتك. وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن نكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، إلى أن قالت: فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. ووصفت هي نكاح الناس اليوم بأنه إيه؟ أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ثم يصدفها. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفءا. وطبعا لن نقش تفاصيل في هذا الوقت الطيب، لكن نقفز إلى أن هناك حكمة من وراء هذا التشريع، أن الولي هو الذي يتولى تزويج المرأة. أولا أن في هذا تكريما وصيانة للمرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. يقول الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله: وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشأها قلة الحياء واقتضاب على الأولياء وعدم اكتراث لهم. وأيضا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضره أولياؤها. كما أن المرأة، وهذا طبعا موضوع في غاية الأهمية، كما أن المرأة لقلة تجربتها في المجتمع وعدم معرفتها شؤون الرجال وخفايا أمورهم، غير مأمونة حين تستبد بالأمر لسرعة خداعها وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون ترو وتفكير في العواقب. وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصالحها، لأنه أبعد نظرا وأوسع خبرة وأسلم تقديرا، وحكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو الهوى، بل يبنيه على اختيار من يكون أدوم نكاحا وأحسن عشرة. وكيف لا يكون لوليها سلطان في زواجها، وهو الذي سيكون شاءت هي أم أبت، بل شاء هو أو أبى هو المرجع في حالة الاختلاف. وفي حالة فشل الزواج، من الذي يبوء بآثار هذا الفشل؟ الولي أيضا يشترك في تحمل آثار الخطأ في الاختيار، ويجني ثمرات خطأه، خطأ فتاته التي تمردت عليه وانفردت بتزويج نفسها. فالهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج، وإنما أيضا تأمينه
وتوفير عوامل استقرار له. يبقى مش العبرة ان يبقوا مستعجلين عايزين يزوجوهم يقول لك راسين في الحلال الى اخره، لا، العبرة مش ان احنا نفرح الان، العبرة بان تدوم هذه الفرحة، يدوم الاستقرار ولا يحصل ما يحصل من يعني المعاناة بعد ذلك. فتسهيل الزواج صحيح الشريعة سهلته، لكن في الجانب الاخر ايضا اخذ الضمانات الاستمرار والاستقرار ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله عليها وان قصر نظرها عن ادراكها. إذن الولاية أو ولاية النكاح مبنية على حسن النظر مش استبداد، مبنية على حسن النظر والشفقة. من الأكثر إنسان يشفق ويحب هذه المرأة ويحسن الاجتهاد في مصلحتها هو الأب، دي القاعدة إن الغالب يكون الأب، فمظنة ذلك هي القرابة، وأقربهم منها أشفقهم عليها، وهذا أغلب ما يكون في العصبة اللي هي الأقارب الذكور بالترتيب الذي ذكرناه. ولذلك الشريعة أيضا وضعت مسؤولية كبرى في عنق الولي، فالولي يجب عليه أن يتقي الله عند اختيار الزوج، فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها، لأن النكاح بالنسبة للمرأة يشبه الرق، فإنهن عوان عندكم، يعني أسرع المرأة، لأن الطلاق يكون أساسا بيد الرجل، وبالتالي دايما المرأة هي التي تدفع الثمن أكثر. ولذلك أنا أعتب أحيانا على بعض الإخوة لما بيجي يتزوج بيجي يشتكي كتير من الضمانات اللي بيحاول الأب يأخذها، وبيظن أن هذا منافي لتوجيهات الشريعة في التيسير على الناس. صحيح في تيسير، بس الناس بتكون ذاقت تجارب وشافت ثمن التساهل، فبالتالي بيحتاط، بيضطر يحتاط، فأحيانا بيكون في إجراءات نتيجة تغير أخلاق الناس وعدم الأمانة. طيب احنا لو انتوا عايزين بقى نلتزم فعلا بالشريعة نلتزم بها كلها، يعني مفيش داعي لتوثيق عقد الزواج، مفيش داعي للمأذون، الشرع جواز شرعي، لو واحد الولي قال له زوجتك والثاني قال له قبلت، ما هو ده زواج شرعي. هل يصلح في زماننا؟ لا يصلح قطعا، لا يصلح. انا دعيت مره في زواج ولسبب من الاسباب كان هيعقدوا عقد فقط شرعي بدون وجود مأذون، وجايبين المشروبات والمعازيم، فرفضت ان انا اعقد هذا العقد، فقلت له لا ما ينفعش، ما يعني اعمل عقد رغم انه عقد شرعي، بس لان المراه ستظلم، لا تستطيع الحصول على حقها ولا تثبت لها حقوقها الشرعيه، واكثر من يدفع الثمن في هذا هو الزواج. فللاسف الناس غيرت، الناس البشر غيروا، لان مش زي زمان، زمان كانت الكلمه كلمه، ها، واستحللتم فروجهن بكلمه الله واخذنا منكم ميثاقا غليظا، الان الذمم خربت، فبمنتهى السهوله بعد كده ما تحصل اي مشكله قطعا بتذهب حقوقها، وبيصل فجور الخصومه الى اشياء فظيعه جدا من الكيد وضياع الحقوق. فمن الذي يحسن التعامل مع مثل هذا الواقع؟ هو الولي الشرعي. فغالبا ما بتكون الضمانات اللي بياخذها من اجل الاستقرار، من اجل الاستقرار. لن افيد لان الموضوع حقيقه ده موضوع ذو شجون ومتفرع ما في الشجره، فحنخرج لو فصلنا، لكن برضه لازم نعرف الولي بيفكر ازاي وليه فكر كده، لان شايف في اقاربه وفي واقع المجتمع والقصر الذي يقراه وصفحات الحوادث وفي حاجات كتير بيشوف ان الناس اتغيرت. فصحيح الشريعه الشريفه دعت الى تسهيل الزواج، لكن التسهيل اللي يؤدي للاستقرار، مش تسهيل ان هو بعد ذلك يعني يحصل ما لا تحمد يعني عقبه. فاذا نقطه مهمه جدا ايضا في الولي الشرعي، ان الولي يجب ان يكون على مستوى الامانه. الولي الشرعي مش قضيه مشروع استثماري، في بعض البلاد المهر بيتاخد ويتقسم على، طبعا بيكون الاف بقى ضخمه، ويتقسم للاسف الشديد على العم والخال والاخ واخوات والاب والام، المهر بتاعها بياخد التاسيس بيتوزع. والمهم بلاد اسلاميه شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا عمليه الاستيلاء على المهر وتوزيعه. ف هذا انحراف عن الشريعه الشريفه. المهر حق محض للمراه، واتوا النساء صدقاتهن نحله، هي صاحبه الحق في المهر، لكن بتحصل يعني هذه الاشياء. الزوج اللي احيانا بتدخل اعتبارات الشخصيه، الشخصنه، اللي بيكون الزوج مناسب وكله، بس هو يعني دمه ثقيل بالنسبه للولي الشرعي،
وليها شر. لا، هو الموكل في أنه يبحث عن إيه؟ مصلحتها، أين مصلحتها؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه السلطة للبحث عن مصلحة موليته وليس لمصلحته هو. فنرى كثيرا من الأزواج، نسمع عجائب في هذا الزمان، الأب اللي عشان بنته بتشتغل وتجيب له فلوس يظل يرفض الأزواج الأكفاء الذين يتقدمون لها حتى تدخل إلى العنوسة. والعنوسة عندنا في مصر أصبحت رقم مذهل مذهل، ونسبة الطلاق أيضا رقم مذهل. يعني أنا مش متأكد بالإحصائيات بس أظن حوالي 38-40% من الزيجات، وده أصبح شيء عادي دلوقتي. الآن في الأسر حتى الطلاق كان زمان يعني وصمة، المجتمع دلوقتي متصالح جدا لأن أصبح شيء عادي ومعتاد يحصل. يعني الوضع اللي فيه تغيرات اجتماعية شديدة في المجتمع، البشر اتغيروا، حاجات كتير اتغيرت، وبالتالي كل مشاكلنا كلها بلا استثناء إنما ترجع لعدم الالتزام بالشريعة. مش زي ما أعداء الإسلام يحاولون أن يصوروا إن الشريعة هي سبب مشاكلها، لا، ده الانحراف عن شرع الله هو السبب فيما نعانيه الآن من العنوسة والطلاق وتعسير مسائل الزواج ونحو ذلك. يحدث للناس أخضية بقدر ما يحدثون من الفجور، كلما فجر الناس حصل فجور بيعملوا إجراءات مضادة لهذا الفجور ويحتاطون أكثر، فبالتالي هذا هو السبب. على أي الأحوال، هذا أمر مهم جدا أن الاحتياط في حق المرأة ولي المرأة يحتاط أكثر من احتياط الرجل. لماذا؟ لأن النكاح بالنسبة للمرأة يشبه الرق، فالاحتياط في حقها أهم لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها. أما الزوج فهو قادر على الطلاق بكل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان أسيرة وأسرى. فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيقة والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. والزوج سيد في كتاب الله تعالى، له سلطة السيادة، وألفيا سيدها لدى الباب. وقال عمر رضي الله عنه: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها تضيع المرأة. بقى في أباء متعسفين غاية التعسف، ما هو في حق إنسان يبقى الشرع عطاله حق في إيديه، لكن في حاجة اسمها التعسف في استعمال الحق. زي الزوج اللي الإنسان التعبان، يعني هنقول إيه، ما بينقش من الكتب الفقه إلا إلى أعثر وأضيق وأعنت المسائل. يجي يعني واحدة زوجها أبوها مثلا مريض، وبالذات لو مرض الموت، فيقولها: أمرك لا آذن لك أن تذهبي. طب ليه؟ طيب، ويجيبوا القصة الضعيفة أن في امرأة في من كان قبلنا أبوها مرض مرض الموت، استأذنت زوجها فلم يأذن لها، فالمهم إيه، لم يأذن لها فمات أبوها ولم يعني تزره، فأوحي إلى نبي ذلك الزمان إني قد غفرت لأبيها بطاعتها لزوجها. يعني الحديث ضعيف، هذا ضعيف، يعني في حق، لكن التعسف في استعمال حق شيء كريه. بعض الناس تتصرف ان البنت دي شجرة اقتلعها من بيت ابويها وغرسها في بيته ولا عودة اطلاقا، يعني كأن انقطعت كل، طيب حتى الوفاء بالعمر الذي عاشته في بيت ابيها مش الناس دي لها حق عليها؟ ولماذا نفترض دائما التعارض؟ يعني لماذا نقع البنت في حيرة بين طاعة زوجها وبين بر والديها؟ ما دام يمكن جمع بين الخيرين فهذا هو المتعين. اما ان دائما انسان يضع الزوجه في خيار صعب جدا وفي صراع، ومفترض ان هي بيفترض ان هي تقطع شجره واكتثت من اصلها من بيت ابيها، فلا تزورهم ولا امر بكل شيء امر، زي يكون واحد مصدق وعنده سلطه وبيتعسف في استعمالها عشان يكمل النقص اللي فيه.
فبد الإنسان يكون متزن. يعني هي ليست أمل أنت ما اشتريتهاش، لازم في اعتبار لمثل هذه الأشياء، ونرجو أن نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. على أي الأحوال انظروا إلى ما يقوله شيخ الإسلام، يعني الشريعة احتاطت لكل شيء حتى التعسف في استعمال الحق. لو أن المرأة أتاها شخص كفء والأب يعضلها، يعضلها يعني يتعسف في استعمال الحق ويظلمها ويحرمها من هذا الزوج الكفء الذي ترضاه وهو كفء لها، فيش أي مانع، واضح؟ ففي هذه الحالة ينتقل حق الولي إلى الولي الذي بعده، إن لم يوجد ولي ينتقل إلى الحاكم هو الذي يزوجها. يقول دي فتوى رائعة لشيخ الإسلام، يقول وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضى ولا يعضلها عن نكاح من ترضى إذا كان كفءا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة، زي زواج البيزنس ده بتاع رجال الأعمال والناس أصحاب المناصب الكبيرة، بيبقى عشان علاقات إيه؟ الزواج ده حيلة لتوثيق العلاقات المادية وكذا وكذا من هذه الأشياء، وتكون الزوجة أو أحيانا الزوج نفسه يكون ضحية لمثل هذه الأشياء. فيقول وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض مصلحته لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفءا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة. الولي لابد أن ينحاز انحيازا كليا لمصلحة المرأة ويخرج الشخصنة، عنصر الشخصي وهواه لابد أن يخرج من المعادلة. يقول وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا في حالة عدم وجود الولي حقيقة مفيش لها أولياء، في هذه الحالة من لا ولي لها يزوجها السلطان الحاكم أو من ينوب عنه، فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها هو أو أمير الأعراب أو رئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها، والله تعالى أعلم. طيب نفرض عدم وجود الأولياء حكما مش حقيقة، يعني وجود أولياء لكن لا نستطيع الاتصال بهم ولا يمكن الرجوع إليهم، الولي مثلا مسافر في مكان بعيد وغيبته غيبة بعيدة فلا تصل إليه الرسائل أو يصل فلا يجيب، إذن يتولى تزويج المرأة الولي الأبعد من عصابتها، فإن لم يكن فيعني السلطان، فتنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى يعني الحاكم. بنرى كثيرا من العقود الناس برضو مش فاهم الموضوع ده، وبيروحوا إيه يجيبوا الخال مثلا، الخال هل يصلح الخال أن يزوجها؟ لا يصلح، الخال ليس من العصر، لابد أن يكون أقارب من جهة الإيه الأب، فلا بد من أقارب الذكور من جهة الذكور، ما يكونش فيه في الوسط أنثى، فمثلا زي ما قلنا الأخ لأم ما يصلح أن يزوج أخته، ليس وليا شرعيا لأنه ليس من العصر، ها؟ لكن أخ الشقيق أو الأخ الأب ممكن لأنه من العصر، فانتبهوا لهذا.
في قضايا متعلقة بالولية في الحقيقة كثيرة، لكننا أيضا نختصر ونتجاوز عنها. كما سألت وجوب التحري الدقيق عن صفات الزوج، هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الولي يعني الشرعي، فلازم يبقى فيه نوع من التثقيف للشخص الذي ستستشيره. فهمه الأول يعني إيه شهادة وإيه أثرها، وديله فقه الإيه؟ فقه النصيحة أو التشاور المشورة، وتديله ضمان أن أنت لما هيقول لك حاجة مش هتروح تحكيها، والتصرفات الصبيانية التي تحصل من الناس كبار، وبالتالي بعد كده بيلدغ بقى من الجحر عدة مرات، فيخاف أن يبذل النصيحة خشية أن يحدث فتنا بإيه؟ بنقل الكلام. المجالس بالأمانة، ما دمت ما دام ائتمنك على انه يعني لن يفشي هذا الكلام، لانه فقط يستعمله في اتخاذ القرار ويكتمه للابد، والا بيحصل يعني ما اشرنا اليه من قبل. طيب، ما حكم النكاح بلا ولي؟ اذا تزوجت المراه بلا ولي فنكاحها ايه؟ باطل ولا فاسد؟ فاسد. إذا تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها فاسد، فيزوجها وليها إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا زوجها الحاكم من زوجها المذكور. يعني في هذه الحالة اللي حصل خلاص، هي اتزوجت بدون ولي، زواج عرفي مثلا. طبعا ما بنقدرش نقول هنا في قضية الزواج بدون ولي، ما بنقدرش نقول يقام عليه الحد وزنا وكذا، ما بنقدرش نقول كده. طب لو جابوا أولاد تنسب لمن؟ ينسب للأب، لأن هنا نكاح شبهة، في نوع من الشبهة نتيجة اختلاف مذهب الإمام أبي حنيفة. ففي مثل هذه الحالة الحدود تدرى بالشبهة، فلا يتعامل على أنه زنا حقيقة. لماذا؟ لأن الأولاد ينسبون إلى هذا الأب، لأنه نكاح شبهة، فعطلنا نحاز إلى إثبات النسب للأب يعني. على الأحوال، إذا تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها فاسد. فاسد يعني قابل الموضوع يصلح، بخلاف النكاح الباطل، ده أصلا لا ينعقد ابتداء ولا يحتاج لفسخ، لأنه أصلا لا يمكن يصح بحال من الأحوال. زي إيه مثلا؟ مثلا واحد تزوج، لا نكاح الشغار، لا نكاح الخامسة، واحد تزوج أربع نساء وتزوج الخامسة فنكاحها باطل، ده باطل لا يمكن أن يصح. مثلا واحد عقد على واحدة وهي متزوجة واحد تاني، هذا نكاح باطل غير قابل لأن يصح. واحد نكح ذات محرم، واحد نكح امرأة معتدة وهي في العدة، نكح امرأة موطوءة بشبهة، فالنكاح الباطل لا اعتبار له، وبالتالي لا يحتاج لا إلى طلاق ولا فسخ، ولا يجب به عدة ولا مهر بدون الوطء. إذا لم يحصل وطء لا يجب إيه؟ فيه مهر لأنه باطل. ما الواجب في النكاح الباطل؟ يجب التفريق فورا فورا، لابد من التفريق بينهما. وعلى الموطوءة إذا حصل وطء الاستبراء بحيضة لتعلم براءة رحمها. وإذا وطئ المرأة بالنكاح الباطل فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. أما النكاح بلا ولي فهو نكاح فاسد مش باطل. فإذا تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها فاسد. الحل إيه؟ إن الولي يجي ويزوجها للرجل، يزوجها له، فيزوجها وليها إن كان الولي موجودا. طبعا كان موجودا يوافق على النكاح يجيزه، وإن لم يكن موجودا ولا ولي لها زوجها الحاكم من زوجها المذكور. هل عليها عدة؟ ليس عليها عدة. لماذا؟ لأن الماء واحد، لأن الماء واحد، ولا يحتاج هذا النكاح الفاسد إلى طلاق ولا فسخ. كيف تحل المشكلة؟ يكفي عقد صحيح جديد سواء كانت حاملا أم لا. طيب، هل امرأة تزوجت في نكاح فاسد، هل يصح تزويجها لغير صاحب النكاح الفاسد قبل الطلاق أو فسخ من صاحب النكاح الفاسد؟ لا يصح تزويج من نكاحها فاسد،
لغير صاحب النكاح الفاسد قبل طلاق أو فسخ من صاحب النكاح الفاسد وبراءة الرحم بحيضة أو وضع حمل. لكن لو كان اللي هتزوجها هو نفس الشخص اللي هتزوج بها نكاحا فاسدا بالأولي فلا يحتاج لا إلى عدة الاستبراء يعني ولا طلاق ولا فسخ، بل يعالج الأمر بعقد إيه؟ صحيح. ليس لها عدة لأن الماء واحد، لأن حتى لو جاب أولاد منها في بينسبون إلى يعني هذا الأب. أيضا يقول هنا الولاية في النكاح كشرط في النكاح، فلا يعقد على المرأة إلا وليها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا. طيب لو هيتزوج كتابية، لو هيتزوج كتابية من يكون وليها؟ أبوها، لأن يشترط في الولي الاتفاق في الدين. فلو هي مسلمة، لو المرأة مسلمة وأبوها كافر لا يصلح، لابد أن يكون وليها إيه؟ الولي مسلما. ففي هذه الحالة لا يصلح الأب الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. لكن لو كتابية فوليها أبوها في اتفاق في الدين. فمن شروط الولي الاتفاق في الدين، كانت الزوجة البنت مسلمة فلابد أن يكون الولي مسلما، لكن لو هي كتابية أبوها هو وليها. أيضا من الشروط هنا الشهادة على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. خوف الإنكار، احنا ناقشنا أنواع كثيرة من الشروط دي بالتفصيل فين في بحث ايه زواج المسيار والأشياء دي، مناقشناها بالتفصيل في مسجد أبي حنيفة كلمنا عليها بالتفصيل. فممكن الرجوع للتفاصيل بقى الولي والإعلان والشهود واختلاف المذاهب في ذلك. خامسا خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، زي ايه؟ نسب محرم أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحو ذلك من الأسباب، كان يكون أحدهما مثلا محرما بحج أو عمرة. أيضا من الفقهاء من يشترط طبعا ايه؟ أن يكون النكاح على مهر. بتعبير أدق هو لا يصح إطلاقا إسقاط المهر، يعني حتى لو لم يتكلموا فيه فلا يسقط أبدا غير قابل لإسقاط المهر. ها؟ أما أركان النكاح التي بها قوامه ووجوده فهي أولا العاقدان الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في بحث المحرمات. ثانيا الإجاب، الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا بلفظ إنكاح أو تزويج. يبقى الإجاب بيبدأ في صيغة النكاح بيبدأ من ولي الزوجة مش الزوج، الإجاب بيكون من طرف الأب أبو البنت أو الزوجة، ما بيبدأش به الزوج. جيت مرة أعقد الأخ استنكف جدا، إزاي هو يبقى أبو البنت ويبدأ، يعني إزاي أنا أبوها وأبدأ أنا بأن أقول له زوجتك، كان زعلان من كده. فلا، هي دي الشريعة، ده الإجاب. يبقى الإجاب أولا ثم القبول. في أخطاء كتير بتحصل، مثلا عقد عقد مرة فالشخص العاقد بيقول له إيه، بدأ الأول بالزوج ويقول له، يقول وراه يعني يقول له إيه، إني استخرت الله تعالى وخطبت إليك ابنتك فلانة وفلانة. فالتاني قال له قبلت، هل يصح هذا؟ دي خطبة، خطبة. فالإجاب لابد أن يكون من ولي الزوجة، هذه هي الشريعة، ولي الزوجة يقول ها زوجتك أنكحتك إلى آخره. وطبعا ممكن الولي يوكل غيره، فبيأخذ السؤال. ممكن مثلا تحصل حرج شديد ساعات في العائلات، إن إزاي الإبن يعني يكون في ناس كبار حسب الأعراف، يعني يبقى كبير مثلا أبوه موجود أو شخصية كبيرة في الأسرة أو
أو أيا كان، وإن إزاي هو اللي يزوج نفسه يعني. هو طبعا الابن هو الزوج له ولي، الزوج الذي له ولي يزوج يعني نفسه. فهي بس في أعراف بتجد تجعل الناس في أشد أنواع الحركة، إنه يتفهم إن ده مش يعني مش محترم أبوه أو غير مقدره إلى آخره. فهنا المخرج بيكون إن الإيه؟ إن الزوج نفسه الابن يوكل أبوه، لازم يوكله، وكلتك في تزويج فلانة بنت فلان، والأب يقول له قبلت، يكون في توكيل. لأن صاحب السلطة الحقيقية هو مين؟ الزوج. هو الزوج له ولي؟ لا، ممكن يبقى له وكيل فيوكل أباه أو عمه أو خاله حتى، مش مشكلة. أو ولي البنت ممكن يوكل الخال، مع أنه مش من عصبة، بس هنا هيبقى واخد السلطة، انتقلت له بالتوكيل من صاحب الحق. يبقى إذن، لكن حقيقة خروج من خلاف يعني يستحب الخروج من خلاف أن الابن أو الزوج يعني هو الذي يتولى التزويج. بعض الفقهاء يعني خروجا من خلاف بعض الفقهاء في هذا، لكن للأسف إحنا الأعراف عندنا ضغطة جدا في مثل هذا، وبتكون يعني شيء لا يطاق أن الأب يتقدم على أبيه حسب أعراف الأزواج الأسر يعني. وغالبا الأب بيحصل زعل جامد جدا من إزاي ابنه ما كبرهوش قدام الناس، إزاي هو يتولى تزويج نفسه. فهذه عوامل ضغطة، إحنا في هذه الحالة بنحتاج بقى للخلاف السائر بين الفقهاء في مثل هذا، وبنقول ما فيش مشكلة ما دام الأب موجود وموافق. لكن هو بعض الفقهاء يرون أن ما دام الشخص نفسه موجود يبقى ما فيش عذر أن هو يوكل، لكن ما دامت هذه الأعراف ويحصل منها نوع من الأذية للأب مثلا أو أوضاع اجتماعية حرجة، فخلص فيه ده خلاف سائغ، والفقهاء أجازوا كما يعني ترون. فممكن التوكيل، صاحب الحق يوكل، الزوج يوكل قريبه، أو ولي الزوجة يوكل أحدا من الايه من الحاضرين. إذن الإجابة هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه اللي هو بيوكله بلفظ إنكاح أو تزويج. ثانيا القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج. بنبه هنا برضو أن لو الإنسان ممكن يتلخبط في الصيغة بقى، لما يكون ده موكل وده موكل، فممكن يعمل خطأ فادح في التزويج. ممكن مثلا يقول إيه زوجتك موكلتي، هيصبح من اللي اتجوز بقى؟ الأب مش الابن. يعني لو الابن وكل أباه في أن يزوجه فلان، فيعمل صيغة العقد، العقد مش واخد باله بقى من التوكيل وموكلتي وموكلي إلى آخره، فيعمل إيه؟ يخطأ خطأ فادح، فيقول زوجتك أنت وابنتي فلانة، أصبحت الأب هو اللي اتجوزها، أو تحصل أخطاء من هذا القبيل. فبالتالي أنا أرى أن اللي بيعقد يكتب ورقة بقى، يكتب الصيغة عشان ما ينساش، لأنه تحصل لخبطة في موكلتي وموكلك والكلام ده كله. احتياط، يكتب في ورقة حتى لا يحصل خطأ. لا، هو كل وليتي أو موليتي كما جاء في حديث عائشة آنفا موليته، لكن هي موكلتي تعني أنها صاحبة سلطان، لكن هي لا تؤثر في العقد، لا تؤثر في العقد. إذن أيضا في أمر مهم جدا، أن أيضا خروجا من الخلاف بعض الفقهاء يشترطون أن القبول يعقب الإجاب مباشرة بدون إيه فاصل بينهم. فهو في الأول بيقول له استخرت الله، طبعا استخرت الله يكون استخار، مش بيكذب، يكون استخار فعلا، يتأكد أنه استخار أو يعدل الصيغة، يقول له زوجتك وخلاص، لكن ما يبدأش الحكاية بكذب استخرته هم استخرش. فنراعي هذا غير، فيقول له مثلا ماشي مفيش منع بقى، ولي الزوجة اللي هو بيأتي بالإجاب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، لا بأس من الذكر وهذه الأشياء. ثم يدخل في صيغة الإجابة زوجتك ابنتي مثلا كذا. لما يجي دور القبول اللي هو دور الزوج، يعني أفضل خروج من خلاف ما يقولوش قول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، لكن يرد فورا ويقول له إيه قابلت منك، بلاش مقدمات. لما يجي دور القبول اللي هو دور الزوج يقبل بقى أو وكيله،
فده خروج من خلاف. لكن بعض الفقهاء يرون ان ده ذكر ولا يقطع اتصال الكلام، لكن احوط ايضا انه يبادر مباشره بالدخول في الايه بدون مقدمات حتى تصل الاجابه بالقبول. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه بلفظ قبلت او رضيت هذا الزواج، ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول. المسألة السابعة، المحرمات في النكاح قسمان، قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت. أما المحرمات تأبيدا فيحرم تأبيدا 14 امرأة. ينفع كده أقول 14؟ معناها فاعل، مبني على فتح الجزئين، دي مبني على طول 14. يحرم تأبيدا 14 امرأة، 7 يحرمن بالنسب و7 بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا مهما كانت الأحوال، ولهذه الحرمة 3 أسباب: القرابة والمصاهرة والرضاع. أما المحرمات بالقرابة فالأم وأم الأم وأم الأب، ويعبر عنهن بأصول الإنسان. ثم ثانيا البنت وبنت البنت وبنت الابن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان. ثالثا الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، ويعبر عنهن بفروع الأبوين. رابعا بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم. خامسا بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. سادسا العمة، وهي أخت الأبي ومثلها عمة الأبي وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب. سابعا الخالة، وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأبي، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. فهذا النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثانيا المحرمات بالمصاهرة، يحرم بالمصاهرة الآتي: أولا زوجة الأبي ومثلها زوجة الجدي أبي الأبي وزوجة الجدي الجدي أبي الأم، ويعبر عنهن بزوجات الأصول في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد خلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثانيا زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت أيضا، وهكذا زوجات الفروع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثالثا أم الزوجة ومثلها ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة لقوله تعالى وأمهات نسائكم. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم أو لم المحرم أو لم يدخل. هؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد. رابعا بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، لأن الغالب أنها تكون مع أمها. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول فإنه يجوز لها نكاح ابنتها لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها. ثالثا المحرمات بالرضاع، يحرم بالرضاع 7 نسوة ذكر القرآن الكريم منهن 2 وألحقت السنة بهن 5. أما المحرمات بالقرآن الكريم فالأم بالرضاع،
هذه رقم واحد، الأم بالرضاعة، وهي المرأة التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها. لماذا؟ لأنه يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب. فالمرأة التي أرضعتك صارت أمك، وبالتالي أمها صارت جدة لك في الرضاعة، وهكذا. إذن الأم الأولى المحرمات بالقرآن الكريم بالرضاعة، الأم بالرضاعة التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها. ثانيا الأخت بالرضاعة، وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت هي من زوجة، أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت هي من زوجة أبيك، بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طبعا موضوع الرضاع بالذات يحصل فيه مآسي بالذات في الأرياف، الموضوع يعني إيه بيبقى متروك بطريقة مؤلمة جدا، وتحصل بقى مشاكل بعد كده إنه ممكن يتزوجها وهو مش واخد باله، ويجي حد يشهد بعد كده إنها حصل رضاعة. فننصح بتسجيل هذا الأمر، يسجل يعني أي طفل يرضع من امرأة لابد أن يسجل، يعني مش شرط وثيقة، ممكن في يعني ظاهر شهادة الميلاد، يعني دائما بيحتفظ بشهادة الميلاد الأصلية، فيكتب إن فلانة رضعت من إيه، إن فلان أو فلانة رضعت من إيه، من فلانة، فدي أم من رضاعة، عشان يبقى عارف بعد كده يعرف الناس يعني هذا الأمر. لازم ينضبط، ما يتسابش كده بالطريقة اللي بتحصل، وبيجوا بعد كده يتزوجوا هم وهم إيه وهو أخوها من الرضاعة، حرام، والزواج باطل قطعا. ثانيا المحرمات بالرضاع من السنة المطهرة، بالسنة المطهرة، أولا بنت الأخ من الرضاع، ثانيا بنت الأخت من الرضاع، ثالثا العمة من الرضاع وهي التي رضعت مع أبيك، رابعا الخالة من الرضاع وهي التي رضعت مع أمك، مجرد أنها رضعت مع أمك صارت إيه خالة لك بالرضاع، البنت من الرضاع وهي التي رضعت مع من زوجتك، فيكون الرجل أبا لها من الرضاع. دليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وحديث وهذا متفق عليه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنهما إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. هذه المحرمات على التأبيد. أما المحرمات مؤقتا أو تأقيتا فيحرم تأقيتا عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين. النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع، لا يجوز الجمع بينها. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض. أما ما يحرم من أجل الجمع فأولا الجمع بين الأختين، لو واحد يتزوج امرأة لا يجوز أن يتزوج أختها في نفس الوقت، الجمع، فأختها تحرم تحريما مؤقتا. يقول أولا الجمع بين الأختين سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، أختين من النسب أو أختين من الرضاع، وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها. القاعدة هنا أن الجمع يحرم بين كل امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الأخرى، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، كما أجمع العلماء على هذا التحريم. النوع الثاني التحريم مؤقت ما كان تحريمه لعارض. أولا طبعا في التحريم المؤقت بتعامل المرأة على أنها أجنبية، يعني أخت الزوجة أجنبية،
يقول لك ازاي ما حرام ان انا اتزوج، لكن هي تحريم ايه؟ مؤقت، ان الاصل في الفروج ايه؟ تحريم، مش زي الامور الاخرى الاصل فيها الاباحه، لكن الاصل في الفروج التحريم. والا طيب هي المراه اللي بتمشي في الشارع دي الاجنبيه مش حرام؟ حرام عليك، محرمه، لكن تحريم ايه؟ مؤقت. كذلك اخت الزوجه محرمه تحريما مؤقتا. الناس بتفهم انها يعني حرام عليها تزوجها، يبقى هي ايه؟ محرم بقى، ويتساهلون في اشياء معينه. العبره في قضايا الاحكام التي تختلف بين المحرم، المراه المحرم والمراه الاجنبيه، هو التحريم المؤبد. اما التحريم المؤقت فهي اجنبيه، يعني لا يجوز لك مصافحتها ولا الخلوه بها ولا السفر معها الى اخره. ما كان تحريمه لعارض، هذا هو القسم الثاني من التحريم المؤقت. يحرم تزوج المعتده من الغير، قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثانيا: يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى طأها زوج غيره. ما هذه كانت زوجته لكن طلقها ثلاثا، أصبحت بائنة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لذلك لابد أن يكون نكاحا صحيحا، مش تمثيل، مش نكاح المحلم. يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثالثا: يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. رابعا: يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خامسا: ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية، فيجوز له أن يتزوج بها، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني فهن حل لكم. المحصنات هنا مقصود بها العفائف. سادسا: يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة، فيجوز حينئذ تزوج الأمة المسلمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، العنة الوقوع في الزنا. سابعا: يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، لأن العلماء أجمعوا على ذلك، وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوجا لها. ثامنا: يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح. ففي السابعة دي اللي العبد ما ينفعش يتزوج سيدته، لأن المفروض هو الزوج في الشريعة سيد، وأنفاه سيدة لدى البت، فإزاي هنا يعني هيحصل جمع بأنها هي سيدته وهو يكون زوجا لها؟ فطبعا في تصادم هنا. يذكرني هذا بكلمة قرأتها في بعض الكتب، واحد مؤلف كتاب من مدة يعني، فبيتكلم بيقول ان المصريين هو الشعب الوحيد اللي الرجل بيقول فيه لزوجته يا ستي او يا سيدتي. فطبعا هو مش فاهم الحته دي، فبيتصور ان الرجل بيقول لزوجته انها سيدته، يعني هو كانه عبد لها او ذليل لها، وبيذم بسبب ذلك. في الحقيقه كلمه يا ستي صحيح هي موجوده عند المصري، لكن ستي هنا ليس المقصود بان السياده، ستي انها عزيزه عليه، وانها يعني ايه الاشاره الى الجهات الست، يمين وشمال وامام وخلف وفوق وتحت، يعني ان حبها يسيطر على كيانه كله. يعني فستي معناها يا ست جهاتي، اشاره الجهات الست، مش لمعنى انها سيدته. المسألة الثامنة: حكم نكاح الكتابية.
أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب لقوله تعالى دوان فرنسي مش بيقولوا مدام، مدام يعني سيدتي، لكن احنا ما بنقولهاش، هم المصريين بيقولوا ستي بهذا المعنى الذي ذكرنا. لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلهما من قبلنا. طبعا موضوع نكاح الكبائر موضوع الكتابية موضوع شائك جدا بالذات في هذا العصر، نكاح الكتابية خاصة إذا كانت الكتابية بقى من العالم الغربي أوروبا أو أمريكا الكافر. ها؟ أمريكا. أي نعم، وده موضوع احنا استوفيناه من قبل في محاضرة مفصلة جدا فيمكنكم الرجوع إليها، المحاضرة بعنوان حكم نكاح الكتابيات كلمنا عليه بالتفصيل. لكن لا ينصح يعني يعني هو كشرعا جائز ما دامت كتابية، لكن اللي بيحصل أن بتبقى الزواج في البلاد الأجنبية هذه وتحت مظلة الهيمنة، هيمنة القوانين الكافرة، وبالتالي غالبا يعني غالبا أن النكاح بيبقى فاشل لأسباب كثيرة جدا، والصراع يعني على الأولاد والأولاد بيبقوا كفرة بقى وأمهم القوانين بتحميهم، وتعرفون الحوادث إن حتى لو جاء هنا هرب بيهم في مصر بإيه السفارة بتشارك في الخطف أحيانا وتسريب الزوجة يعني موضوع الزواج بالكتابيات موضوع كله مشاكل خاصة في عصرنا هذا. وأصلا الشريعة أمرت بأنك تظفر بذات الدين تربت يداك، لأن معاشرة المرأة ضعيفة الدين سوف يضعفك أنت أيضا بالعدوى ستعديك بضعف الدين، فما بالك بمن لا دين لها أصلا يعني دينها باطل، فهي أحرى أن تضعف الرجل في تدينه ونحو ذلك. لكن هي مباحة بشروط، ضمن الشروط طبعا لازم تكون اليد العليا لمين؟ للرجل، ويكون الذرية لابد أن يكونوا مسلمين إلى آخره. يعني ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل فنقتصر على هذا القدر، ويقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.